السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كل شيء مزيان. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. الفيديو اليوم ان شاء الله نوريكم هذا الرشمه. هذا الرشمه راه فايت لي، عملتها في واحد جلابه، ولكن كاينين شي جوج الاخوات قالوا لي نعملها لكم هكايا، نطبقها معاكم هكايا في سميتو في الورقه باش نشرح لكم مزيان، حيت في الجلابه عملت غير شويه، يعني وريت لكم غير واحد شويه صافي. هانتوما يا البنات، انا غنشرح لكم في الدفتر. هاتو هاد المربعات، هادو ديال الدفتر، ها هما دابا اعتبروهم ديال الكانفا. هادو ها هما راه كيكونوا هاد المربعات في الكانفا، يعني بحال بحال. وهنايا في هاد العينينه غندخلو البرا وغنردوها في العينينه هادي، يعني غنعملو واحد الشرطه مايله بحال هكا. ها هي هي، وغنخليو واحد جوج ثلاثة، غنخليو ثلاثة د المربعات هنايا، غنخليو ثلاثة د المربعات وندخلو البرا هنايا في هاد البلاصة، ونعملو هاد الشرطة هادي، ندخلو تاني البرا هنايا، نردوها هنايا، عاوتاني غندخلوها هنايا ونردوها في هاد البلاصة، عاوتاني غنطلعو للفوق باش نسدهم. انا دابا راه سديتهم، عاوتاني غن يعني في الاخر عملت هاد الشرطه، يعني غنهبطوا لتحت باش نعملوا هاد الشراطي هادو. ها هما خليت واحد الكروه، راه عملت جوج، عفوا راه خليت جوج الكروات، وعملت هنايا عملت هنايا هاد الشراطي هادو. انتوما عملت هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، عملت هنايا ثمانية وغنرجع معاهم. انا دابا البنات راه ماشي غير كنرسم هكايا بالستيلو، راه كنبدا بالستيلو في البلاصة بالضبط فين غطلعوا البرا، فين كنبدا، يعني كنبدا يعني غير تبعوا معايا الطريقة، راه يعني غتعملوا غطبقوها في سميتو في التوب، ماشي غير في الورقة. غنهبطو تاني لهاد البلاصة هادي، يعني النيشان مع الاخرين، مع هادو اللي عملنا في الاول. غنعملو هنايا ثلاثة ديال الشراطي، اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اتناش تلتاش. هنايا غنعملو هاد السطر كامل بالكروات، غنعملو الكروات في هاد السطر كامل، ما غنخليو حتى وحده صافي، وغنرجعو معاهم بهاد الطريقه. عاوتاني هنايا، هنايا دابا عملنا هنا ثلاثة، وغنحسبو هنايا، غنحسبو جوج، وغنعملو واحد الكروه هنايا، يعني حسبنا جوج وطلعت عملت واحد الكروه هنايا. ها هي، وغنهبط لهاد البلاصه بالضبط، غنطلع البرا، نطلعو البرا، غتعملو واحد جوج، هما جوج ديال الشراطي هنايا، وغنخليو غنخلي جوج انتوما البنات، غطلعو البرا ديالكم هنايا. خليت جوج الكروات خاويين صافي، غنخليو جوج صافي، نكملو حتى لهاد البلاصه هادي صافي، ونرجعو معاهم بهاد الطريقه هادي. يعني هاد البلاصه كامله غنعملوها غير بهاد الطريقه. ملي غنبدلو يعني اللون، ديك الساعه عاد غنخدموها تاني بواحد الطريقه اخرى، تبعوا معايا. ديك الساعه راه غنوريكم كيفاش غتعملوا في ديك البلاصه. هانتوما البنات، هنايا راه عملت ثلاثه ديال الشراطي هنايا، وخليت تاني وحده هنايا، عملت خليت غا وحده هنايا، عاوتاني خليت واحدة ها هي هنايا. انتوما حسبوا الشراطي ديالكم، عاد تخليو البلاصة اللي خاصكم تخليوها. هنايا تاني
خرجت بربعة ديال الشراطي وغنرجع معاهم انا رجعت معاهم، هي وحدة اللي خلينا صافي، هي ثاني وحدة هنايا راه خليناها صافي، انا رجعت معاهم كاملين. هانتوما البنات هنايا ثاني غنبداو هنايا، غنعملو هنايا أربعة، نخليو جوج، نعملو ثاني واحد جوج ثلاثة ثلاثة، نخليو ثاني جوج، نبداو ثاني هنايا صافي حتى نوصلو هنايا، وغنرجع معاهم بنفس الطريقة. يعني إذا مشيتي حتى تراسيتيهم راه ساهل باش ترجع معاهم، المهم غير حسبو مزيان باش تجيكم الرشمة مقادة، ماشي تعطيكم نفس الحساب. هانتوما البنات هنايا ثاني راه خرجت بجوج شراطي هنايا، يعني بجوج الكروات هنايا، وخليت جوج هنا، ها هما جوج راه خليتهم هنايا، عاوتاني غنخلي عاوتاني غنخلي هنايا وحدة، ما هي خليتها صافي صافي حتى نوصلو هنايا، يعني خليت جوج هنا، هانتوما خليت جوج ورجعت مع هادو، خليت جوج هنايا ورجعت مع هاد الشراطي حتى وصلت هاد البلاصة ثاني. يعني المهم هادو اللي خلينا، يعني كان خليوهم زعما باش يعطينا واحد الشكل زوين، شي علاش كان خليو واحد شوية هكايا. المهم هنايا راه خليت تاني هنايا جوج، هنايا صافي غنكمل حتى لهاد البلاصة هادي، وغنرجع معاهم هانتوما، هما جوج اللي خليت، وهنايا راه خليت ثلاثة عاد بديت، هما راه كيبانو ليكم. وغنبدو سطر اخر، هانتوما غنبداو هنايا صافي، وغنرجع معاهم. انا راه زدت وحده، خرجت بوحده وغنرجع معاهم، انا راه رجعت مع هادو، يعني بلا ما نضيع الوقت اوريكم كيفاش غترجع معاهم. المهم هاد الشراطين الاولين هما المهمين. هنايا ثاني راه خرجت بثلاثه، وغنعمل واحد السطر نيشان هنايا، ما غنخلي حتى وحده، وخرجت بوحده، هي راه خرجت بوحده جوج عفوا، راه خرجت بجوج صافي، وغنرجع معاهم حتى نوصل هاد البلاصه. من بعد ما وصلت هاد البلاصه هادي غنهبطو عاوتاني لهنا، ندخل البرا، نعملو ثاني هاد الشراطي هادو، يعني البنات راه يعني راه خليت الكاميرا باش نوريكم الطريقة، يعني نصور لكم الرشمة كاملة، راه خليت جوج هنايا باش نصور لكم الرشمة كاملة باش تفهموا مزيان، حيت راه الا جيت نطبقها يعني في التوب راه خاصني شي 10 د الفيديوهات عاد نكملها صافي. من بعد ما رجعت معاهم، ها هما
يعني غنخرجو تاني واحد جوج الكروات، ها هما هي واحد ها جوج، كل الشرطة راه فيها الكروة صافي. من غنوصل هاد البلاصة وغنخلي تاني جوج، انتوما البنات هنايا عملت واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10، خليت واحدة وعملت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني خرجت بجوج الكروات صافي. وغنرجع معاهم تنوصل هاد البلاصة، عاوتاني غنهبط لتحت هاد البلاصة بالضبط، نعمل هاد الشراطي هادو حتى نوصل هاد البلاصة، نخليو تاني جوج هانتوما، غنخليو جوج وغنبدا تاني هنايا كاع، غنوصل هاد البلاصة غنخلي جوج صافي، وغنرجع معاهم حتى نوصل هاد البلاصة هادي، وغنبدا تاني هنايا ستة سبعة، وخلينا هنايا ثلاثة، عملت سبعة وخليت هنايا ثلاثة، واحد جوج ثلاثة أربعة، وخليت أربعة خمسة، وخليت واحدة، عملت خمسة وخليت واحدة، عاوتاني هنايا غنخليو جوج صافي، ونرجعوا معاهم هنخليو هاد التلاتة هادو، ها هما صافي. وغنخلي تاني وحدة هنايا، راه كاينة واحد لاكر وغنخليها هنايا، وغنخلي تاني هنايا جوج جوج، وغنعملو هادي، يعني هاد الكروة في هاد البلاصة الفوق خلينا ثلاثة، وهنايا لتحت خليتها غير جوج جوج، وهنايا تاني غنخلي واحد جوج، وغنبدا هنايا وغنخلي تاني جوج، وغنخلي وحدة، هاهي خليتها حتى نوصل هاد البلاصة، هانتوما وصلت هاد البلاصة هادي، وغنحسبو من لهنا حتى لهاد البلاصة هادي، يعني غنحسبو. المهم ولاو نجيو للنيشان لهاد البلاصة، راها باينة يعني غنخليو تما، ونعملو هاد الشراطي هنايا هانتوما يا البنات، ها هما هنايا عملت ثلاثة، وغنرجع يعني عملت هنايا هادو، خليت واحد جوج، عملت تاني ربعة هنايا، اسمحوا لي البنات هنايا راه خاصني نعمل غير جوج هنايا، واحد جوج ثلاثة أربعة، خاصكم تخليو أربعة هنايا، عفوا سمحوا لي حيت أنا تغلطت هنايا،
انا راه غنقد هاد البلاصه هادي بلا ما نمسح تاني كل شي، راه وبلا ما نعاود تاني، راه غنفهمكم مزيان باش بلا ما نعاود. هانتوما راه عملت هنايا حتى لهاد البلاصه هادي، وغنرجع مع هادو. هانتوما هادو ولا يعني هاد البلاصه كامله اسكن خاويه. هانتوما يا البنات راه مسحت لكم هنايا باش ما يبانش، هنايا راه عملت 5 وهنايا راه عملت 7. خليت هنايا 5، خليت 5 د الكروات هنايا صافي، يعني خليت 5 خاويين، عملت هنايا 5 و7 هنايا صافي. وغنبداو تاني هنايا، غنبداو هنايا نعملو 1 2 3 4 هما 4 نخليو تاني هادو، وغنخرج بوحدة هنايا ها هي. صافي وغنرجع مع كل شي هنايا، غنخليو وحدة هنايا وغنطلعو البرا هنايا في هاد البلاصة هادي، غنعملو 4 ونخليو 1 2 3 وغنبداو في هاد البلاصة. صافي وغنرجع مع كل شيء، يعني غنسد هاد الكروات كاملين بهذه الطريقة. هاد الطريقة راه هي اللي سهلة، الا بغيتو راه غتعملوا الشراطي كاملين حتى تكملوا يعني الرشمة كاملة، عاد غترجعوا مع كل شيء. ولكن راه هاد الطريقة هي اللي سهله، الطريقه دابا اللي عملت لكم هذه هي اللي سهله مزيان. هانتوما هنايا عملت 1 2 3 4 عفوا تاني هنايا، لا هي 3 3 هي هنايا، لا هدي ما غنعملوها شي، غنخليو تاني هنايا 2 3 4 5 وغنرجع معاهم. نتوما البنات هنايا غتبداو، غتخلي وحده هنايا عاد غتبداو. انا هادي راه غير تغلط فيها وخليتها هي، يعني ما سديتها شي. وهنايا ثاني غنخليو ثاني وحده هنايا في هاد البلاصه، نعملو 3 عاوتاني هنايا غنعملو 5 وما نرجع معاهم. دابا راه كنعملو غير واحد شويه هكايا باش نجمعو الورده باش نعملو لون اخر. هما 2 هنايا وغنهبطو نعملو وحده هنايا بهاد الطريقه. نتوما غير تبعو معايا، غتعملو يعني بالخيط
كيما كنوريكم بالستيلو، راه كنبدا ليكم بالستيلو في البلاصه فين غتعملوا الخيط، وغترجع معاهم، هترجعوا معاهم وتالي هنايا غتهبطوا هتعملوا واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة، وغترجع وغترجعوا معاهم. عاوتاني هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ترجعوا مع كل شيء. عاوتاني هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نرجع معاهم كنخليو واحدة. عاوتاني هنايا واحد جوج، نرجع معاهم. صافي انا دابا راه كملت واحد اللون، نعملو لون اخر. هانتوما تحسبو هنايا، هتجيو لهاد البلاصة، ها هما هاد البلاصة فين كاينين هاد ربعة هادو، تحسبو واحد جوج جوج كروات، هتحسبو في هاد البلاصة فين كاينين أربعة هادو، أربعة هادو وغتخليو جوج، وغتعملو جوج ترجعو معاهم بهاد الطريقة. عاوتاني غتبداو هنايا، صافي حتى توصلوا هاد البلاصة، يعني حتى توصلوا لهاد اللون آخر. عاوتاني غتبداو في هاد البلاصة، انتوما هادي راه غنعملوها باللون آخر. ثم غتعملو الويلات اللي بغيتو، انا دابا راه غير كنطبق معاكم الرشمه وصافي. عاوتاني غنهبطو نيشان مع هادو اللي عملنا في الاول، عاوتاني عاوتاني في هاد البلاصة غنخرجو بوحدة، يعني في هاد البلاصة راه يعني هاد البلاصة غنعملوهم بنفس الطريقة اللي عملنا بهم الأولانيين. حملي غنوصلو الوسط ديال هاد اللون هادو، هاد اللون هذا يعني غنعملوه بطريقة أخرى باش نعملو واحد الجهة هي غتبان ليكم، المهم راه ديك الساعات غنوريكم باش نعملوها. يعني غيخصنا ضروري، يعني ضروري نعملو الشريطات، الشريطات حتى نطلعو بهم، عاد نرجعو مع الشريطات كاملين. يعني ضروري نعملو ديك، يعني نعملو ديك الطريقة. اسمحوا لي ضربني البرز شوية. صافي وغنرجع مع كل شيء. المهم الطريقة راح باينة، انا خليت لكم الكاميرا باش يعني باش تتبعوا يعني تعملوا سميتها الرشمة كاملة، يعني خصني نصور لكم الرشمة كاملة باش تعملوها تطبقوها في الجلابة ديالكم او لا، المهم في التوب.
ولا عجبتكم هذه الطريقة؟ يعني كتفهموا يعني كتفهموا بهذه الطريقة مزيان، قولوها لي في التعاليق باش نعمل لكم بزاف ديال الرشمات بهذه الطريقة. في الفيديو التالي ان شاء الله راه غنكمل معاكم هذه الرشمة هذه.